جاء من حرف الألف نبدأ وننتهي بالياء معاذ والأصدقاء وأحرف الهجاء من حرف الألف نبدأ وننتهي بالياء في رحلة جميلة يجمعنا اللقاء في رحلة جميلة يجمعنا اللقاء في رحلة جميلة يجمعنا اللقاء يجمعنا اللقاء. ها هي اللوحة يا معاذ، هنا حرف الدال، ستقوم بتوصيل الصورة التي بها حرف الدال، اتفقنا؟ اتفقنا، ولكن يا أمي هل يمكن أن أقوم بذلك في الحديقة؟ لا بأس، ولكن لا تنشغل باللعب وتنسى الواجب المنزلي. اطمئني يا أمي، حرف الدال أول حرف في كلمة ديك، إذن أوصل حرف الدال بصورة الديك يا معاذ. ها؟ ديك؟ من أين أتى هذا الديك؟ هل اشترته أمي من السوق؟ حرف الدال أول حرف في كلمة دجاجة، إذن أوصل حرف الدال بصورة الدجاجة يا معاذ. ها؟ ومن أين جاءت تلك الدجاجة أيضاً؟ لعل أمي تنوي عمل حظيرة هنا؟ حرف الدال الحرف الأول في كلمة دبور، إذن أوصل حرف الدال بصورة الدبور يا معاذ. لا أمي، ساعديني يا أمي. أمي معاذ، ما الذي يحدث؟ انظري يا أمي، هناك ديك ودجاجة، هل أنت من أحضرهما؟ لا أدري، ربما يكون والدك هو من أحضرهما. والدبور يا أمي، من أحضره؟ دبور؟ أين هذا الدبور؟ أوه، لا أدري، هيا بسرعة نخرج من هنا، هيا. تكلمنا عن حرف الدال، وكما أخبرتكم يا أولاد، سيكون التقييم هذا الأسبوع لمن سيقوم بدور المعلم ويشرح لزملائه ما فهمه عن حرف الدال. من منكم مستعد؟ أنا يا أستاذ فواز. إذن تقدم يا معاذ. حرف الدال يا أصدقائي نرسمه هكذا، نصف دائرة صغيرة، وحرف الدال نجده في كلمات كثيرة مثل ديك، دجاجة، دمية. والآن لاحظوا معي، ديك أين حرف الدال؟ حرف الدال في بداية الكلمة. ها أحسنتم، والدال في كلمة دجاجة، أين الحرف؟ في بداية الكلمة أيضاً، دجاجة. رائع، دمية، أين حرف الدال هنا؟ حرف الدال في كلمة دمية في بداية الكلمة. رائع يا أصدقائي. ما رأيك يا أستاذ فواز؟ أنت رائع يا معاذ، تفضل بالجلوس. بقي لنا يا أولاد أن نردد سوياً أنشودة حرف الدال، فنقول دال ديك حسن الصوت، قام يؤذن فوق البيت. دال ديك حسن الصوت، قام يؤذن فوق البيت. أحسنتم، والآن أروني كيف كتبتم حرف الدال كما أخبركم صديقكم معاذ. حرف الدال نصف دائرة صغيرة. رائع جدا، والآن حان موعد لقائكم بحرف الدال. ولكن لماذا تأخر حرف الدال؟ يا حرف الدال الآن تعال، لا لا تتأخر وأتي في الحال. يا حرف الدال الآن تعال، لا لا تتأخر وأتي في الحال. قد جئت إليكم أنا بين يديكم، من يا أصحابي يرسمني منكم؟ قد جئت إليكم أنا بين يديكم،
من يا أصحابي يرسمني منكم؟ نصف الدائرة في الحجم صغيرة، بطريقة بسيطة ومهارة كبيرة. نصف الدائرة في الحجم صغيرة، بطريقة بسيطة ومهارة كبيرة. معاذ والأصدقاء وأحرف الهجاء، من حرف الألف نبدأ وننتهي بالياء. معاذ والأصدقاء وأحرف الهجاء، من حرف الألف نبدأ وننتهي بالياء. في رحلة جميلة يجمعنا اللقاء، في رحلة جميلة يجمعنا اللقاء، في رحلة جميلة يجمعنا اللقاء.